يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يقول هل يدخل في هذه الآية من كان من المسلمين يكره حضور المواعظ والدروس ويحب مجالس اللهو واللعب، فإذا تكلم أحد في المجلس بذكر الله قام وخرج وترك هذا المجلس، هل يدخل في هذه الآية؟ هو داخل في هذه الآية، لكن قد يكون أنه داخل فيها دخولا والعياذ بالله يساوي هؤلاء، أو أنه داخل فيها بقدر ما يكره في قلبه من التوحيد ومن ذكر الله عز وجل. على كل حال له نصيب من الآية، قليل ولا كثير. نعم.